مباراة مهمة بالنسبة لنا ومهمة لجمهورنا، خصوصا بعد الاستقبال اللي احنا نستقبل الناس، جمهورنا دي اهل استقبلنا في المطار، وقد ايه مسؤولية، خصوصا طبعا وجود الكابتن معانا رئيس البعثة كالعادة، يعني بيحملنا مسؤولية كبيرة وثقة كبيرة، وقد ايه الكابتن يعني مهتم جدا بالبطولة دي، وكل بطولة بنشارك فيها عشان هو اكتر واحد حاسب جمهور النادي الاهلي وعارف جمهور النادي الاهلي دايما متشوق للبطولات، فان شاء الله تكون بداية ان شاء الله موسم جديد بالنسبة لنا، بطولة مهمة بالنسبة لنا، بطولة كبيرة بتلعب برضو بطل فرقة كبيرة عندها خبرات في أفريقيا، ويمكن محقق السوبر مرتين وعندها 3 بطولات أفريقيا، ولسه مغيرين مدرب برضو، عندهم طموح إن هم يكسبوا البطولة، لكن أعتقد لعبة النادي الأهلي أنت عارف قد إيه على قدر المسؤولية دايما، وعارفين طموح جمهورهم قد إيه، فأعتقد إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر إن شاء الله نستمر على نفس الثقة ديت ونفس التركيز دوت، وإن شاء الله نحقق البطولة بإذن الله. واحنا مركزين بشكل كويس جدا، احنا خلاص اللعبة بتاعت المنتخب رجعت خلاص قفلت الصفحة، وهم لعبة كلها كبار وعارفين يعني ايه المسؤولية، عارفين يعني ايه أهمية المباراة، واحنا كلنا عارفين يعني ايه أهمية المباراة، واحنا مركزين بشكل كويس جدا. خلصنا المعسكر على طول، خلصنا المباراة على طول، جينا على المعسكر على طول عشان نكون موجودين، وان شاء الله ربنا يكرمنا ويبقى لنا التوفيق فينا في اليوم يوم الاربعاء، ويبقى لنا التوفيق ان شاء الله نرجع بالبطوله للجمهور يعني ان شاء الله. الحمد لله احنا ما بنهبش حد، احنا الحمد لله يعني هو بس احنا عندنا يعني مركزين بزياده، لكن الحمد لله ما فيش رهبه ولا حاجه، جايين المعسكر بدري شويه عشان نستعد اكتر للمباراه، مباراه صعبه طبعا ومهمه بالنسبه لنا، بطوله واحنا بنتمنى ان احنا يعني نسعد جمهورنا ونسعد الإدارة، ونحاول نبقى نضيف لتاريخ اللعيبة، كل لاعب يعني يحب يضيف لتاريخه بطولة مهمة زي دي، وان شاء الله باذن الله يعني باذن واحد احد يكون من نصيبنا يعني ان شاء الله. الضربة الواحدة بالنسبة لنا ماتش السوبر ده، يعني انا من 2009 2010 في النادي الاهلي، يعني مر علينا ماتشات كتيرة، بس دايما ماتشات السوبر دي اللي بيخطف بيكسب، يعني زي ما بيقول لك كده اخطف واجري، فهي ماتشات بتبقى حساسه شويه وبتبقى ضغط على اللعيبه اكتر. يعني كنت بفتكر زمان لما اللعيبه بتتجمع او بنقعد مع بعض ايام جيل ابو تريكه، طبعا كابتن ابو تريكه وكابتن وائل جمعه وكابتن محمد بركات، كان يقول لك الماتشات دي اللي يركز فيها من اول دقيقه ويبقى داخل الماتش بتركيز 100% مش مركز في حاجه غير انه يجيب اول هدف، ده اللي بينجح. اللعيبه كلها بصراحه مركزه ان هي تعمل حاجه، ولان الماتش مش هيبقى الاسم على 2، فكل التركيز برضو احنا لازم نتعلم من السوبر المصري اللي احنا يعني خسرنا فيه بركلات ترجيح، فده كل اللعبة مركزة في النقطة دي، وان شاء الله ان شاء الله ان احنا نقدر نسعد جمهور النادي الاهلي ونسعد نفسينا واهالينا واصحابنا اللي احنا نقدر نعمل لهم حاجة، ودايما احنا عاوزين نشوف دايما جمهور النادي الاهلي دايما مبسوط، هو ما بيقبلش غير بكده، فان شاء الله احنا بنوعدهم اللي احنا مش هنبخل بنقطة عرق اللي احنا نقدر نسعدهم ان شاء الله. كابتن اسامه،